نعم نعم شكرا لك، سوف نجيبك ناخذ مكالمة الأخت. نعم شكرا لك الأخ، سوف نجيبك معنا بالاستماع، ناخذ مكالمة أخرى. نعم معنا مكالمة أخرى. صباح الخير، مرحبا، أهلا بك الأخت. نعم صباح الخير، مرحبا، شكرا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. نعم نعم سوف تكون معك السيد بوتنهيس احمد تقني سامي في السكن والعمران. اذا اذا رجعنا للاخ المتصل الاول اللي قال بانه كان يتحدث على المتاهب على مستوى واد صباح، اللي قال بانها تفتقر لملاعب جواريه، ايضا طرح انشغال اخر بالنسبه للمسابح، قال بانه مناطق داخليه حقا هي ربما يجب اعطاء التفاته مسابح مناطق داخليه، وجب ان يكون فيها مشروع تاع مسبح بلدي. تفضل. شكرا سيدتي. بخصوص الملاعب البلديه لواد صباح، المتصل الاول والثاني اللي قال واد صباح والثاني قال عندنا في البروغرام تاعنا عندنا بروجي داميناجمون اي ريفيتمون دي ستاد كومينو اترافير لا دايره تاع الاربعه، منها تمزوره واد صباح وسيدي بونفيل، وكيما قال لك مزاد وكل شيء. الحاجه اللي نوصلها له باللي les projets sont attribués الصفقه تم كيف نقولوا اختيار مؤسسات والصفقه تم مصادقه عليها من طرف الولايه في انتظار رفع التحفظات ومشروع الاعمال من على ايامات ان شاء الله. pour les piscines نعم ايوا كل المسابح عبر كامل الولايه ماشي غير عين الاربعه ولا هو قطاع الشباب والرياضه عندي وشنت بعين الاعتبار. ايوا والله اللي ديناه بعين الاعتبار وين دوموندينا في ليزاتري الاربيتراج من 2015 16 17 وين دوموندو لي سال دو سبور لي سال اوامس عبر مختلف بلديات الولايه لي بيسين لي زوبرج، وهذا يبقى على عاتق وزاره الماليه هي اللي تحدد الغلاف المالي وعدد المشاريع لكل ولايه. احنا الحاجه اللي درناها احنا درناها وين دوموندينا لي زانسكريبسيون وكل شيء، ونتسنوا احنا وين تا يقولوا لنا عندكم بيسين، رانا عندنا بيسين، عندنا بيسين في الملاح دو بروكسيميتي أو بيسين في حمام بوحجر ثاني، يعني بيسين دو بروكسيميتي اللي لحق عليهم التجميد، وراه مجمد لحد الآن من سنة 2015.